ياه، ما هذه الفوضى؟ أريد أن آكل البسكوت، ولكن كيف آكل البسكوت وهذه الأشياء أمامي؟ قبل أن آكل البسكوت يجب أن أنظف ما أمامي. يجب أولاً أن أرتب القفازات أزواجاً، أيضاً يجب أن أرتب الأحذية، ويجب أن أضع كل فرد حذاء مع الفرد الآخر لأبدأ بالقفازات. هذا قفاز، يجب أن أجد قفازاً آخر مثله. هذا حذاء وليس قفاز. وجدته، انظروا، يشبه هذا تماماً. نعم، هذان قفازان متشابهان. الآن صار عندي قفازان وسأضعهما بعيداً هنا. هذا عمل صعب. الآن هذا فرد حذاء وهذا هو أيضاً. لنرى. لا، هذا غير صحيح، هذا الفرد لا يشبه هذا الفرد. هذا هو. نعم، هذا هو. أليس متشابهين؟ لنقربهما من بعض. نعم، هذا الفرد يشبه هذا الفرد. صار عندي زوج من الأحذية، سأضعهما هنا. والآن سأفتش أين الفرد الثاني؟ مرحبا أنيس. أهلا. ماذا تعمل؟ أرتب الأحذية والقفازات وأبعدها عن هنا. نعم، إنه عمل صعب. أساعدك. لكن العمل صعب بالنسبة لك. إنني أرتبها أزواجا، لكل فرد حذاء يجب أن أجد فرد حذاء مثله. نعم، يجب أن أجد فرد حذاء مثله. أستطيع ذلك. حسنا، هذا الفرد الذي معي، أريد أن أجد فردا ثانيا مثله. إنه عمل سهل علي. يجب أن تبدأ فردا مثل هذا. نعم، هل يتشابهان؟ ضعهما جنب بعضهما. أعتقد متشابهان. أها، صحيح، عظيم، حقا إنهما متشابهان. نعم، هذا الفرد يشبه الآخر. صح، أصبح الآن اثنين. اثنان. نعم، سأضعهما بعيدا. نعم، ضعهما بعيدا. سلام. عظيم. والآن ماذا بقي هنا؟ ارفعه بنفسك لترى. بقي هنا قفاز. هذا هو، هذا قفاز واحد. يجب أن نجد قفازا مثله. طبعا، هذا قفاز مثله. نعم، والآن هذا قفاز واحد، هذان قفازان متشابهان. نعم، متشابهان، أصبح لدي قفازان متشابهان. هذا صحيح. ممتاز. صح. أنت فعلا سريع. والآن سأضعهما بعيدا. صح. نعم، والآن لنتابع أنهيت العمل كله. هذه بسكوتة. انتظر يا كاكي. هذه بسكوتة. كاكي مثل البسكوتة الأولى. والآن نبعدهما. أطيب وجبة بسكوت أكلتها. شكرا يا عزيزي أنيس.